الكتاب اللي دائما عليه طلب بشارع المتنبي ويجونا من مختلف أطراف الوطن هو كتاب مغامرة العقل الأولى اللي كتبه فراس السواح بالسبعينات بداية شبابه، وكتاب لحد الآن أثره مهم جدا، يتحدث عن بداية تكوين الكون وبداية الخليقة وتكوين الحضارات والكتابة وغيرها، واللي بيه هو تقريبا أشبه بكتاب أسبق من اللي اسمه ما قبل الفلسفة ويليام فرانكفورت. بس تبقى كتب فراس السواح اللي هي مغامرة العقل الأولى، والكتاب الثاني دين الإنسان، والكتاب الثالث الله والكون والإنسان، بالإضافة إلى موسوعة المتكونة من 5 أجزاء اللي تتحدث عن ديانات العالم، كتب مهمة جدا ولحد الآن الناس تقبل عليها بطريقة تريد تكتشف أشياء معينة أو تريد تتساءل عن شيء معين بتكوين الكون وبداية الطبيعة وبداية الثقافة اللي بدت هي من وادي الرافدين وانتهت بوادي الرافدين والحضارة المصرية والحضارات القديمة. والله رغم الأجواء الحارة ورغم الظروف الصعبة اللي يمر بها الشعب العراقي من تأخير موازنة وإطلاق رواتب وغيرها من المشاكل اللي يمر بها، لكن يبقى العراقي هو القارئ الأول على مستوى الوطن العربي كما مشاع وكما معروف عنه، وخصوصا الفترة الأخيرة كان الإقبال كبير على الكتب الدينية وأيضا الكتب السياسية والكتب التاريخية واللي تتعلق بخصوصية وذكريات وتاريخ بعض القادة، إذا كان قادة سياسيين أو قادة الدينيين، وحتى على المستوى الرياضي أخيرا دخلت خصوصا قصة حياة المرحوم أحمد راضي، لأنه هو الشخص الوحيد اللي لحد الآن 3 كتب تؤلف عن حياته ولا زال هناك في الطريق كتاب رابع. من الكتب المهمة أيضا كتب الدكتور علي شريعتي، لها إقبال كبير على مستوى الشارع المتنبي، وأيضا الدكتور مصطفى محمود كتب رائجة جدا، بالإضافة إلى قصة حياة جيفارا أيضا واحد من أكثر الكتب مبيعا.